انا اللي كنشوف وبغيت نهضر وبغيت نعبر على هذا السوء تسير والتدبير اللي واقع في نادي اولمبيكاسي، فوضى ورئيس بدون شخصيه، فريق بدون رئيس بدون مدرب بدون اعضاء، كاين تطفلات كاين زبونيه كاين باك صاحبي للرئيس. من نهار تعين كرئيس ما عمرني شفتو انايا، وجلست معاه ثلاثه الخطرات وكيقاولني بشي لجنه ولا كذا، كيديني وكيجيبني بحال كنطلب انا شي عمل. ونهار تعين الرئيس ما شفنا لا تقديم اعضاء المكتب، لحد الساعه انا كاع ما كنعرف كاتب العام، انا عندي كل شيء المعطيات على المكتب وعلى النادي وعلى الفريق، ولو كان تقديم كاتب عام انا كنشوف هذاك السيميرود مسكين اداري كيجي مريض كيعرج برجليه داخل وسط التيران كاتب عام، اسما نصيف هذا. وخير دليل كيقول لك حقا عيننا ناطق رسمي، انا كنعرف الناطق الرسمي راه كيتعين من طرف اعضاء المكتب. راه كاين فوضى وكنبغي رئيس، انا من هذا المنبر كنقول للمسؤولين ديال البلاد بغينا رئيس حنا بافكار وبرنامج وبشكارتو، ماشي انا غنتسنى لوصيبي ولا غنتسنى دار الدوله لوزين السيما، انا باغي رئيس بشكارتو وبرنامج ديالو، رئيس جاب لا برنامج بلا حتى وحده بلا حتى وحده. والخير دليل انا كنهضر بعدا لان كاين واحد المجموعه محفظه اولمبيكاسي يفتحوا باب الانخراطات، راه كاينين الناس كاينين اكفاء كاين بزاف ما يتقال وما يدار. وصعيبات الله جيبي المدرب شكون اللي جابو الله اعلم، هاد اليومين حقا غنصيفطو المدرب غنجيبو مدرب كذا كذا، اللي غيجيب المدرب خصو يمشي هو. ودوك الانتدابات راه حاله دايرين فيهم حاله حشومه، فيما كان شي معوق يجيبوه لينا حنا، حنا كنتساءلوا وكنتساءل انا كمنخرط وكندوي انا كمنخرط وكنتحمل المسؤوليه. هذاك الكاميروني جايبينو 120 مليون والناس اللي جابوه كيقولوا 70 مليون و50 مليون، فين مشات؟ تي في ا مشات الصداقه مشات لدار العزازه، جايب لينا واحد حنا ب 90 مليون حقا راه مشى للوداد ما بغاش يسيني في الوداد ثلاث سنين، ما عمره عرف الوداد كي دايره. جا كورا دار لينا شده ورد سير بحالك كرايويطا والخطير والخطير، عندنا لعابه في المستوى وباقي عندهم العقود وكتصيفطوا فيهم فراقي. وخير دليل راه بيوض مشى ماركا علينا كره تربح ومشى للحسيمه ودى 14 مليون وباقي في العقد ديالو. شكون اللي جاب بوزكر 50 مليون ومشى والطوس واللائحه طويله، وهادشي ان شاء الله ما غنسكتوش عليه وما غنسكتوش عليه. الفرقه خاصها تغير جدري، الفرقه خاصها يمشوا للحبس وكنعاودوا يمشوا للحبس ومشوا للحبس.